في البداية اسمحوا لي باسمكم أرحب السيد الأستاذ الجليل الأستاذ حسين الجمان أمين عام نقابة المحامين مصر ومقرر معهد المحاماة على مستوى الجمهورية. نقول له أهلا بك في المنوفية، أهلا بك في بلدك دائما. اسمحوا لي أبنائي الأعزاء قبل أن أبدأ كلمتي أن أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير للسادة الأفاضل محاضري معهد المحاماة الذين بذلوا الجهد الوفير واستطاعوا أن يقدموا دفعات للمحاماة لديها الخبرة العملية، لم يبخلوا بجهد لأبنائهم، كان ذلك بدون مقابل. المقابل الوحيد أنهم يسعون لتقديم علمهم لأبنائهم على الوجه اللائق الذي يتمناه الجميع. أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي أعضاء المجلس الذين ساهموا في إدارة معهد المحاماة وساهموا في النهوض بشباب المحاماة طوال 4 دورات سابقة، وأخص بالشكر الأستاذ محمد علام مقرر المعهد وزملائنا أعضاء لجنة المعهد على الجهد المبذول من حضراتكم. أبنائي وبناتي طلبة معهد المحاماة الدفعة 5، أتوجه إليكم بكلمة بسيطة: لا تعتبروا هذا المعهد مجرد مرحلة انتقال من القيد الجدول العام إلى الابتدائي، اعتبروه فترة صدم لكم ولخبراتكم ولما تكتسبوه من زملائنا الأجلاء المحاضرين، اعتبروه منارة لكم في مستقبلكم. سوف يكون لديكم محاضرين في كافة المجالات وكافة فروع القانون المدني والجنائي والمرافعات والإداري وكافة فروع القانون يقدمون لكم الخبرة العملية اللازمة لكم لكي يضعوكم على أول الطريق الصحيح في العمل القضائي. مش هيخفى علينا جميعا أن معظم حضراتكم ما بيش وقت في المكاتب أن احنا نتلقى التدريب سنة واثنين زي ما كان بيحصل. للأسف الأمر في بعض المكاتب القليلة التي تعتني بهذا الأمر، ولكن أغلب المكاتب ينطلق منها شباب المحاماة للعمل في المحاماة دون أن يتلقوا التدريب الكافي والوافي. فأرجوكم أن تعتبروا معهد المحاماة هو مقدمة لحياتكم العملية تستفيدوا منها، وأدعوكم لكي تقرأوا قانون المحاماة بكل جد واجتهاد. قانون المحاماة هو الذي يحكم جميع معاملاتكم مع المحاكم، معاملاتكم مع زملائكم، معاملاتكم مع الموكلين، حقوقكم وواجباتكم في المقابل. نظمها قانون المحاماة حتى في تقدير الأتعاب وكيفية حساب الأتعاب نظمها قانون المحاماة. السلوك المهني الذي يجب أن يكون عليه المحامي نظمه قانون المحاماة. فإن شاء الله سوف تكون هذه الدراسة دراسة أساسية في المعهد في هذه الدورة، بحيث تتلقوا مبادئ المحاماة من زملائنا المحاضرين ومن السادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة. كما أؤكد لكم أننا لن نبخل في توفير أي جهد لحضراتكم، لن نقصر في شؤونكم، وعليكم بالتالي الالتزام بالحضور طوال فترة المعهد، لأن هناك نسبة لابد أن تحصلوا عليها من الحضور وهي 75% من عدد المحاضرات، وإذا لم تلتزموا بهذه النسبة سوف يتم حجب النتيجة. كما أتوجه بالشكر لأبنائنا الطلبة أو المحامين الذي أصبحوا الآن محامين أمام المحاكم الابتدائية في الدورات السابقة على التزامهم، وكانوا عنوانا لمعهد المحاماة بالمنوفية، الذين نشرف جميعا بأن له ترتيب من أوائل معاهد المحاماة على مستوى الجمهورية. وأقول لكم أنتم في قبيلتكم
نقابتكم دعائكم نقابتكم هي اللي هتاخد ايديكم لمستقبل افضل للمحاماه. انتم مستقبل المحاماه، ويجب ان تعتبروا ان المحاماه رساله وليست مجرد مهنه تمتهنونها. المحاماه رساله، ورساله ساميه، رساله الدفاع ورساله النجده ورساله الدفاع عن حقوق الغير التي طالما نادى بها من سبقونا في هذا الشأن، وعلى رأسهم الفقير الشهيد الأستاذ ربيع عطية رحمه الله. طبتم وطاب ممشاكم، وأشكركم جميعا أبناء الطلبة، وأشكر زملائنا المحاضرين للمرة الأخيرة، ومهما قلت في حقهم لن أوفيهم على ما يبذلونه وما يقتطعونه من وقتهم وجهدهم من أجل أبنائهم، كما أشكر السيد الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وأشكر أعضاء المجلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.